محكم ولا يشعر في هذا المقام، إلا أن مشروع كلنا ساهم في تقرير هذه المسابقة وكل أعضاء اللجان المعنية بها على كل جهود مبذولة من أجلها، خصوصا إذا علمنا أن العدد الإجمالي للمترشحين فاق 10,000 مترشح، مع كل ما الذي يتطلب ذلك من جهود. طلبتنا الأعزاء، لقد سخرت لنا الدولة كل الإمكانيات بضمان الحق في التمويل والتزويد الاقتصادي الوطني لكل كفاءات مؤهلة والتي تسمح بالتكيف ومصايرة التحديات العالمية بما يتماشى مع الأولوية الوطنية للتمويل العالي والبحث العلمي، والتي تشمل تحقيق محاور ألا وهي الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الطاقوي، والتنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد المعرفة وغيرها من المجالات الحيوية. طلبتنا الأعزاء من التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر على غرار باقي الدول العالم، تتطلب من الجامعة الجزائرية أن تكون القاطرة أو القاطرة التي تركز على أي تغيير مقدر نحو الأسفل من خلال تغيير مخطط الوحيدة القابلة على قيادة هذا التغيير المهم بدورها في التمويل الفكري والمعرفة بمجرد إطار رؤية مستقبلية شاملة لمواجهة التحديات المطروحة، سواء ما تعلق منها بنوعية التعليم وجودة البحث وتطوير الحقيقة والإدماج المهني لخريج الجامعة وإفتاء الجامعة مع محيطها ومرافقة الأولويات الاستراتيجية الوطنية. السيدة والسادة، بالرغم من كل التحديات إلى أننا مؤمنون بأن التضافر وتعاون الجهود الجميع كافية بإيجاد الحلول المناسبة، وهذا في إطار الحوار المستمر والتشاور بين كل مكونات الأسرة الجامعية. ومن هذا المنظر فإنني أدعو طلبتي من الأعزاء وأدعو كل الطاقم العلمي والبيدوي والإداري في جامعتنا أن ينطلق كل من موقعه إلى بذل المزيد من الجهود من أجل أن تتدرب الجامعة أو جامعة ما مكانتها ودورها في قيادة التغيير والأفكار أفضل لبلدنا. وأتمنى لكم مباركا رمضان مباركا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب ومزيد من التوفيق والنجاح لبلد الأعزاء، وكذلك دوام الصحة والعافية لأساتذتنا الكرام. شكرا على دعم الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما كنتم في
السوريا هذا الرياض ربما واحد يرجع لقطر مثل الوضع الوحيد الذي استطاع ان يسير في هذه المرحله فيكون جرعه للمجتمع نتمنى ان تكون في مستوى مع ان مسيره المعتدلين الى تسع سنوات واربع سنوات واربع سنوات وخمس سنوات انه يعني يصل الى منطقه عليا في تحسين شارع Thank you.
ليس هو تابع، لكن عندما وصلت لي الحصول على أهم البيانات من الشيء أكثر جيدا من الشيء يعني المديرين من وزير الدفاع التركي، وأصبح يعني حقيقة يعني المدير الدفاع المدير يعني وزير الدفاع التركي، ولكن مع الأسف مع الأسف فيه يعني أشياء أنا ذاك الشريعة يجوز من نواحي الشريعة، يجوز كذلك من نواحي من
شوفوا يعني في حتى بالنسبة لزمن الظهر الأشياء العالم العربي ربما يعني بعض الأصحاب وبعض يعني في غاية الاقتصاد على مدار
بعد ده يعني تميز بسلوك بعد القوانين لابد عن يكون امين، لابد ان يكون امين و امانه لكل تغيير يعني ما نشوفهاش طبعا الا في امثال طالب يعني ان الامانه يعني جواب اجتماعي وجواب كذلك الى اخره وامانه من خلال يعني اقتراح عقيد خاصه الجهل وحتى تكون هي
partisco. Eu vou partisco, partisco, partisco. Se eu vou construir um tema, se eu vou construir um tema, 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 ثم طبعا هو مهوش مع الجسحة وكور يعني ترمي في الشجاع لابد انها تكون على مجموعة من المراحل بعد ما تسجل هذه المجلة تكون بالتأكيد رايح رئيس المجلة وكثير مباشر للمجلة رايح حسن يشوف إذا كان في الوسطات
لكن يستحسن ما كان الجامعة المعروفة نفتح بالإيميل جديد جامعة لتحسين ترتيب تاع الجامعة. بعد ذلك نروح عليه للإنسان راه من الإنسان مش عارف مثلا يعني إذا كنت متوسط فيها صلاة الصيعة وكذا عقد في
والممارسة الميدانية داخل وخارج الجامعة
من اجل الاحتكاك مع المحيط الخارجي لتعرف نفسك من انت. مش حكايه تندمج مع المجتمع باش يعرف من انت. هي بحث كل وزيره كل مجتمع. ثم في مصطلح هذا الشيء هذا الدكتوراه لابد من اعداد وتقديم اطروحه علميه امام المجتمع. ثانيا اعداد هذه الاطروحه تمر بمراحل عبر مراحل مدتها ثلاثه الى سنه ونصف. ثانيا برنامج التكوين ضرب الدكتوراه هو المخبي لفكر الباحث. هذا لا يقدموه ان شاء الله كمخبي لطامينات. كيف نستعد للاليات هذه الطامينات باش نشوفوا كيف نستعد. هذا فرق من البرنامج. شوف اولا وهو الاسباب التي مقابلات على الاسباب التي تجعل الطلاب يتركون مسار الدكتوراه. كان يستجيب ما يتركون لا ممكن هناك اسباب الدكتوراه شرف الدكتوراه من هو انت ماكش ايتيديون تحط دون الدومين دو لا ريشيرش. Tu es un chercheur, tu es un chercheur. Moi, c'est où le boulot de tes talents? Moi, je t'en ai, là, c'est le papier. Tu as une étoile. Moi, je t'en ai, là, c'est pour dire bête. Dis-le dans la notion, dans ta tête, que tu deviens un chercheur universitaire. Là, c'est le papier. Moi, je t'en ai, tes talents. Elle vient de la phrase, mais les mecs, il y a une psychologie. اعتبر نفسك فيها الدكتور وفيها الفكر الشاشه اللي انت فيها. ثم ايضا من الصفات المثاليه لطالب الدكتور. ثم ايضا المشروع الشخصي لطالب الدكتور. ما هي الاهداف لطالب الدكتور؟ العمل المطلوب من طالب الدكتور. تنظيم الوقت اليومي لطالب الدكتور. الفرق بين الأطروحة والدكتور. ثم أيضا كيف يتم إعداد مرحلة الدكتور. عشان آليات تحفيز طالب الدكتور على البحث العلمي. آليات تحفيز طالب الدكتور على البحث العلمي. ثم إنجاز الأطروحة. من بعد ما تنساش بأن غادي يبدا تنسيو برنامج كيف تنجو من الإرهاب. غادي تنقعدو لأجل أن تنسحب كتلك إسعاف آمين وغادي تبرمي. ألوغ إن شاء الله إحنا دابا الناس تعرفو كيفاش إن شاء الله. ثم ولهذا دفتر المعلم يكرر الشيخ ثم ايضا مكتبة طالب الدكتور في الاخير من نهج الروح خاتم ثانيا التطور التاريخي لرؤساء جامعة حسب المعرفة راه جاي اعلام راه جايين ان شاء الله طيب هذا هو الإعلام هذه الرسالة حسب المنظومة رئيس الدكتور وحركة الجامعة إذا بحث منزلها ثم ضحوا أيضا شاهدوا بالعلم كونوا جديين فقط جديين ثم أيضا
جميعا تقبل هذه البركة. الغرفة الصحراوية وين كانت؟ كانت في المدخل الرئيسي كان كلية الحقوق على اليسار. على اليسار كانت أمام البركة. وين كان المقر تاع المجلس الشعبي الولائي؟ كنا معهم عطرنا البراك. البراسر هذه الانطلاقه الاولى اللي بدينا في البراكات البراسر. ثم ايضا انتقلنا الى تاسيس المهد الدولي المطر تاع المدينه بثانويه المنهج الاولمبي
لكن ما لازمش تكون بين هذه الضحيات التي تشتهي من الاسباب.
لازم علينا احنا اول نكون فاعلين في التغيير. فاعلين في التغيير. فاعلين كذلك في الاصل او انا حتى نصف في المكان المناسب لنا. وهذا الذي اتى بالكهرباء وبالكهرباء العصماء لازم يكون عام. هذا ما تكلم على بمؤامرة لازم تكون على قيمة حتى يكون فيه أولاً ظروف نفسنا لإتمام المذكرة وكذلك لإنجاز المهارات. تأثير الجامعات تحكم مع الضوابط من بينها عدد الاقتباسات. الاقتباسات تبدو بشكل مهم تكون على الأقل أولاً يسمى بالنوعية البعث، جيل البعث أو النمور، كذلك النمور لازم يكون جيل في الاعتبار، لازم يكون في مواضع سابقة والناس اللي مثلا تكلموا فيها وأنجزوا ذلك. دونك الفرصة أمام أيديهم والاعتبار تكون فرصة أنه نشوف الخطوة كي يرمز الناس أن الحلم يراوغ من سنة وسنوات. إنه عندهم فرصة إظهار كفاءاتهم. كذلك الحمد لله المنافق المسرح عبارة أولا لنا أنا عندي احترام لبعض الأساتذة لنا صدقوني في الميدان بعد وبالعكس مسألة الكتاب ويعتبر الجيل في الاستقرار يرون ان احنا عندنا هذا السيد العام دائما بالعكس انا عندي احترام امامه احترام الاساتذه الكرام ربما لم يدرسونا لكن ما عرفت الذي يرون اشياء واشياء وهذا هو اللي لازم يكون عندنا اذا ما فيش احترام كبير لازم نتعلم مع بعض. وكذلك لازم نعترف بالجميع تاعها ماشي نعترف بالجميع تاعها ما تفقدها لما يقول لها لا يحبها الناس ما تبقاش تفيد بالاراضينا الدور الحبيب لازم العلاقه نتاعهم والتكريم تاعك ماهوش كبير بزاف غير باحترام دونك يا جماعه بين قوسين المشاعر سلم ملام من ايدي امينه الاستاذ الكرام العاشق بن مهدي استاذ الاطعام وجلال من تعلمك العكس جو مشاعر يوم السبت وظننا الناس في الامارات او سبوره في الطلبه لكن نقول كلام مهدي بالعكس كانت الجهود كثيره الناس خدمت حتى ساعات من اهل الليل غير شيخ حجيب النتيجه باش تنشر على المسلمين. بالعكس اعتمد الفرصه من الحي والفن لجهودات الاساتذه وكذلك الاخر من دائما كابتن الحاكم عمر المصحف قال الوقت بحاكم اعوانا في كل مسلمين من الحمد لله. دونك مرحبا بكم في جامعه الشيخ ربما طالب الثاني ربما كان طالبا سابقا في جامعه الشيخ طبعا ممكن كان طالب سابق في جامعه الشيخ لان ظن كان طالب لا المهم راه كاين تغيير وتجديد منسوخ في الدوله الجزائريه راه كاين مسلم تسهل وكذلك تمام الوسائل التي من شأنها رفع وتيرة العالمين رفع مسلمة بها تستحق على المتابعين مدير الجامعة ورئيس الجامعة ماهوش موجود في قناة الجامعة كان يستطيع لكن الفاعلين يحكموا هما ثم نتمنى ان شاء الله انه يكون سيد حسن برمجة في المستوى الكريم يكون بسطور
ان شاء الله تزيد من النجاح والتوفيق. تعالى الله بارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.